سفيان بن عبد الثقفي بيجيت الموجود قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك بو من تشكيبير الإسلام إذا كأس بشتيتال كسنا برسم يدي تواويس برسيار لكم وفي حديث أبي أسامة غيرك والحديث كذا الرواية كذا بيجيت غيرك يعني الجدي بعدك غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقيم بيجي پیغمبر قود بيجا إيمان من خود إينايو بردوامشم ثم استقيم استقامة طبعا كلمة استقامة يعني تهي أنا سيقول مالك يوم أدقرت بيجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أو أتو مخين دوكات بيجي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بيجيتن چه قد پیغمبر صلى الله عليه وسلم قد قد قالها الناس ثم كفر أكثرهم بيجيتن خلقي هيدا بيجيتو زور بي جارك ديك دي كافر بنوا فمن قال حتى يموت فقد استقام عليها بيجي هر كسي بيجيتن حتى مر نجبر دوام بيت اها او استقامه يعني تك تقول ان الذين قالوا ربنا الله كتقول خدائم الله يا وقت تد بيجو تو بر دوام حتى مر ني او استقامه يعني نك روجك تو دين دار روجك كافر بلكو بر دوام تو السر وير بازه